السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات لا كونتابيليتي جينيرال. تو دابور دونك سات فيديو اون كومونس نوتر كور دو لا كونتابيليتي جينيرال بار دي زيكزارسيس دي زامورتيسمون. دونك اون كومونس بار لو بروميي اكزارسيس. بيان سور ديجا في لا فيديو بريسيدونت نو افون فو هاد لانتروداكسيون جينيرال دي زامورتيسمون. دونك اون باس دونك بور كوريجي واحد الاكزارسيس. Alors, donc, bisba l'exercice sur les amortissements, l'entreprise Amita acquit le 2-1-2008-18 une machine au prix 120 000 dirhams hors taxes et TVA 20%. Donc, la durée de vie de cette machine est de 5 ans. L'entreprise pratique l'amortissement constant. Donc, Galina Bisma Travail FR calcule le taux d'amortissement, calcule l'annuité au 31-12-2018. Calcule le cumul d'amortissement au 31-12-2020 et calcule la valeur nette d'amortissement au 31-12-2020. Alors, donc, on commence bien par la première question. Donc, on a calculé, bien sûr, le taux d'amortissement. Donc, je vais dire, on va calculer le taux d'amortissement, on va calculer la durée de vie de cette machine. Donc, il a la durée de vie de la machine, on va calculer. Alors, pour calculer la durée, donc, c'est la question numéro 1. Il va calculer le taux, donc le taux d'amortissement. Est-ce qu'il sait, on a déjà vu la vidéo précédente, donc je fais l'introduction, nous avons dit que le taux d'amortissement qui sait où l'ina, qu'on dit l'omia, donc on a N. Ou N, je nous dis que N, ou un adet de sanawat, dit la hayat avec la machine, ou avec l'ala. Je sais, un adet de sanawat, il y a comme ça. Alors, qu'on a pris l'omia, مقسومة على خمسة وتعطينا عشرين عشرون في المئة. دونك لو طو ديال دامورتيسمون دو سات ماشين سي 20%. صافي؟ اوكي. بالنسبة لدوزيام كيستيون قال لي كالكيلي لانويتي او 31/12/2018. دونك بالنسبة لانويتي شنو قالوا لينا هنا؟ لو دونك لامورتيسمون كونستانت يعني إلا كان عندنا لامورتيسمون كونستانت يعني راه لامورتيسمون لينيير. دونك بالنسبة لامورتيسمون لينيير اشنو قلنا بالنسبة لامورتيسمون لينيير هو اننا كيكون عندنا لي ميم انويتي بوغ شاك اني ساشون كو بالنسبة لدو اشنو قلنا بالنسبة لانويتي دونك إلي سامبوليزي باغ أ قلنا كتساوي لينا اشناهو كناخدو دونك لا فالور دونتخي اشنو هي لا فالور دونتخي هي ميو عشرين ألف باش شرينا هادي هي لا فالور دونتخي هي باش شرينا لا ماشين فوا لو طو d'amortissement, ou à des ou quand on le multiplie par, donc n divisé par 12. Je n'ai n, ou je n'ai pas le mouchard, je n'ai pas le mouchard, ou la machine. Et je n'ai pas la machine, je n'ai pas le mouchard, je n'ai pas le mouchard. Ou l'amortissement, la nuitie d'hier, je n'ai pas le mouchard, 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 je n'ai pas le mouchard. Donc il a pas le mouchard, la nuitie. Complète. Il y a la valeur d'entrée fois le taux. Il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a la machine. Donc, il y a un peu de choses, la valeur d'entrée, la valeur d'entrée, il y a 20,000 pour acheter la machine. Donc, il y a 120,000. Quand on voit le taux d'amortissement, il y a 20%. Ou quand on voit N, il y a 12, il y a 12 choses, donc on dit 12. على 12 هي 1 وكنحسبوا شحال لو توتال ديالو دونك هادي 12 على 12 1 غناخذوا 20% هي شحال 20% هي 0.2 اولا كناخذوا 120000 نضربوها في 20 ونقسموها على 100 سي كوم فو فولي اولا ناخذوا 120000 نضربوها في 20 ونقسموها على 100 ولا نضربوا 120000 نضربوها في 0.2 دونك هادي شحال غتعطينا غتعطينا 24000 ديال الدرهم دونك هاد 24000 درهم هي لامورتيسمون او بيان لانويتي انويال او بيان لامورتيسمون انويال او بيان لا دوتاسيون يعني كتسمى عندنا في سي بي سي كتسمى دوتاسيون بالنسبه لي كالكول كنسميوها لي زانويتي وبالنسبه بيان سور بالنسبه لونغوجيسترومون كونطابل يعني نقدروا نسميوها لامورتيسمون الوغ دونك هذا بالنسبه لدوزيام كيستيون اون باس تروازيام كيستيون دونك تروازيام كيستيون شنو قالوا لينا قال لي كالكول لو كوميول دامورتيسمون au 31-12-2020. Et les barres, nous avons
شحال خسرات لينا هاد لا ماشين حتى ل 31/12/2020، حتى الاخر ديال العام ديال 2020. اشنو قلنا بالنسبه يعني 3 الكومول دامورتيسمون قلنا سامبوليزي بار سي ا كومول دامورتيسمون قلنا ايغال اشنو غنديرو قلنا كناخذو لا فالور دوريجين او بيان دونتري فوا لو طو دامورتيسمون وكنضربوها يعني كنديرو ام على 12 يعني شحال مشهر عندنا كناخذو ام على 12 اولا كنديرو يعني بالنسبه للدي على 12 اللي باغيين واش ديروا الدي اولا ديروا ام سي كون فو فولي يعني على حساب حنا المهم الا خدرنا ام هي شحال من شهر خدمه هاد لا ماشين الوغ حنا لا فالور دوريجين شحال كاين عندنا يعني قلنا باغيين حنا 31 في شهر 12 يعني شحال من شهر خدمات عندنا خدينا من الاول ديال شهر 1 2018 يعني خدينا 2018 كامله و2019 كامله و2020 كامله دونك شحال عندنا من عام 2018 فيها 12 شهر و2019 فيها 12 شهر و2020 فيها 12 شهر يعني شحال من شهر عندنا يعني كناخذوا عندنا 3 زون وشاك اني فيها 12 موا يعني شحال غناخذوا 3 في 12 هي 36 شهر يعني كناخذوا لا فالور دونتري عندنا هي 120000 غنضربها في لوطو ديال 20% وغنضربها في 36 على 12 36 على 12 سي بون في حالة الا كنا دايرين لا ماشين شرينا نهار الاول ديال العام في الاول في لو ديبي بلا ما نديرو هاد 36 على 12 غنضربوها ديريكتومون في لو نومبر دي موا دي زاني مثلا دابا شحال عندي من عام عندي 3 سنين يعني نضربها نيشان في 3 ولكن مادام انه في حالات ممكن الشركه ماشي توجو غتشري في شهر واحد تقدر تشريها في شهر 4 شهر 5 شهر 10 شهر 12 وبالتالي هادشي علاش كنديرو هاد لا ميثود يعني كناخذو لي نومبر دي موا وكنقسموهم على يعني 12 شهر ديال العام يعني بو كالكولي لو نومبر دي زاني اكزاكت علاش لانه عندنا انويتي انويتي هي الخساره السنويه سي بون دونك هادي بالنسبه لانويتي حسبناها في يعني باغي نحسبوها هذا بالنسبه لكيستيون نيميرو 3 يعني اش كناخذو 120000 نضربوها في 0.2 ونضربوها في 3 هي شحال يعني 120000 0.2 عطاتنا 24000 غنضربها في 36 على 12 هي 3 دونك شحال غتعطينا 72000 ديال الدرهم اشنو المعنى ديال 72000 ديال الدرهم يعني هاد الاله راه كتفقد القيمه ديالها بوندون 3 زون غادي تفقد 72000 ديال الدرهم 72000 درهم غادي تفقدها في 3 سنين الوغ دونك هنا قال لنا كالكولي لا فالور نيت دامورتيسمون او 31/12/2020 يعني قال لك حسب ليا شحال هي القيمه الحقيقيه ديال هاد لا ماشين ديال هاد الاله في اخر عام ديال 2020 حنا حسبنا شحال فقدات وكان عندنا الثمن ديالها بشحال باش شريناها 120000 يعني شحال هو القيمه الصافيه اللي باقا كتسالى اولا القيمه الحقيقيه الوغ دونك بالنسبه لا فالور نيت d'amortissement. Donc question numéro 4, la valeur nette d'amortissement. Gnage ketsaoulina, wa la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. La valeur d'entrée, wa chhal chrina, chrina mieux, chrina elf, mia chrina elf, moins le cumul d'amortissement. Donc chhal chsanaf cumul d'amortissement, wa tinus bin elf. Anna kanakdo, mieux chrina elf, nakis tinus bin elf. Donc qu'est-ce qu'on a de mieux chrina elf, nakis tinus bin elf. وبالتالي غتعطينا دونك 48000 ديال الدرهم دونك 48000 درهم سي لا فالور نيت دامورتيسمون يعني القيمه الصافيه ولا القيمه الحقيقيه لهذه الاله في اخر السنه ديال 2020 وبالتالي نكونوا اننا سرينا ليكزارسيس ديالنا دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه ليكزارسيس دونك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.